بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. في حديثنا عن ترجمة الإمام الجليل أحمد رحمه الله تعالى أحمد بن حنبل، وصلنا إلى الفتنة التي ابتلي فيها حينما طلب منه أن يقر بقولهم أن القرآن مخلوق، وأنه أبى ذلك فلم يقبل، وتعرض جراء هذا لابتلاء شديد من الحبس ومن ثم الضرب الشديد المؤذي، وكان من نتيجة ذلك أن أوذي في جسده إيذاء شديدا، وظنوا أنه قد مات، ثم أخرج وبقي مدة يعالج حتى رجعت إليه نفسه. استمر بعد أن أخرج يا أيها الكرام من السجن ومن الضرب والتعذيب، أخرج حتى أدخل إلى بيته وعولج مدة، وبقي بعد ذلك لا يخرج إلى أحد على الإطلاق، ما كان يخرج إلا إلى صلاة الجمعة، ثم اعتزل الناس. ثم أرسل إليه زيادة في هذا الذي جرى له أنه لا ينبغي لك أن تحدث أحدا، والمحدث يجلس في المسجد فيعلم الناس الحديث، يروي لهم الأحاديث، فأرسلوا إليه ألا تحدث أحدا بهذا الذي عندك. وكان هو من نفسه يريد أن يعتزل الناس، فاجتمع الأمران ودخل بيته فاعتصم فيه. ومرت على ذلك مدة طويلة حتى مات الخليفة المعتصم، ولكنه بعد أن قال له هذا الكلام لم يعد ليؤذيه أو ليسيء إليه. ومرت المدة حتى تولى الخلافة بعد المعتصم ابنه محمد الواثق، وبقي على هذه الحالة أو على هذه الحال أنه لم يأذن لأحمد رحمه الله تعالى أن يخرج فيحدث وما إلى ذلك. ومات الواثق وتولى بعده الخليفة المتوكل. في زمان الخليفة المتوكل كان المتوكل من أهل العلم والفضل، وكان لا يرضى بهذا الذي فعله هؤلاء من القول وإجبار الناس على القول بخلق القرآن، لا يرضى بذلك، فأرسل أنه لا ينبغي لأحد في أرجاء أرضنا، يعني ما كان تحت حكمه، أن يقول أو يلزم أحدا بالقول بخلق القرآن، أمر يعني برفع هذه القضية. ثم إنه أذن للإمام أحمد أن يخرج من بيته الذي كان قد جلس فيه، وأرسل إليه إنا نريد أن تأتينا إلى أرض الخلافة، يعني إلى داره، وكان يجلس في سر من رأى. سر من رأى هي التي صارت فيما بعد سامراء، وهي في العراق قريبة من بغداد. قال إني أريد أن تأتيني إلى سر من رأى، فأرسل إليه إني أعتذر من ذلك، فأرسل إليه الخليفة المتوكل يلح عليه بهذا، فخرج إليه ومعه بعض أولاده. فلما وصل إلى قريب من دار الخلافة جاءه خادم الخليفة أو نائبه، ويدعى إسحاق بن إبراهيم، وكان يميل شيئا إلى أقوال المعتزلة، فسلم عليه ورحب به وعرف أن الخليفة يريد إدخاله عليه فكرمه، ثم سأله عن هذه الفتنة وما إلى ذلك، سؤال إقرار، فأجابه الإمام أحمد، قال القرآن كلام الله لا يوصف بأنه مخلوق، فأقر هذا الإنسان ومضى به، وقال اذهب إلى دار الخلافة. فلما كان في الطريق كان لهذا الإنسان الذي يتولى نيابة عن الخليفة بعض الأشياء، كان له ابن ذو مكانة، فمر به أحمد رحمه الله تعالى فلم يأتي إليه، فغضب وخرج سريعا إلى الخليفة فقال يا أمير المؤمنين، هذا الرجل مر بابني فلم يأتي إليه ولم يسلم عليه،
سبحان الله. فغضب الخليفة لغضب هذا الإنسان وقال مره أن يرجع إلى البلد أو إلى بيته من حيث جاء، كأن الأمر ألعوبة بيدهم. فأمروا فأعيد الإمام أحمد، وكان ذلك هو الذي يريده، هو لا يريد من ذلك شيئا، فأعيد إلى داره. فلم تمضي أيام حتى جاء من يقول للخليفة إن أحمد بن حنبل يجمع الجموع ويأتي الناس إلى بيته في الليل ليجهزهم كي يقوموا ضدك ويثوروا ضد الخلافة. فأرسل إليه في الليل المشاعل والحرس، فقرعوا الباب وخرج بعض أولاده فقالوا إنا نريد الدخول، فتسترت النساء ودخلوا، فجعلوا يفتشون البيت ركنا ركنا ويدخلون يمينا ويصعدون الأسطح وينزلون إلى أسفل البيت ويلتفتون يمينا ويسارا ويدخلون إلى بيوت الجيران، فلم يجدوا أحدا. فجاء ذاك الرجل أو رجل من قبل الخليفة إليه وقال أين هؤلاء الذين كنت تعدهم ليقوموا ضد الخليفة؟ فقال والله إني لا أستحل هذا، أنا لا أستحل أن أقوم ضد الخليفة ولا أن أثور الناس ولا أن أصنع فتنة على المسلمين، أنا ما أفعل هذا ولا أقبل به أصلا. فعاد هذا الرجل ليخبر الخليفة، فلما بلغه هذا الخبر عرف أنه لشدة شهرته الصغير والكبير يكذب على لسانه، على لسان الإمام أحمد، كل من له غاية ومطمع وكذا وكذا ينقل إلى الخليفة كلاما زورا وبهتانا ضد أحمد كي يؤذيه أو كذا. فلما عرف هذا أرسل إليه بهدية بجائزة 4000 دينار وقال إن الخليفة يعتذر إليك. وجاء مندوب الخليفة إليه فدخل إليه وسلم عليه ووضع أمامه هذه الأموال، فقال ما هذه؟ قال إن الخليفة يسلم عليك وهو يعتذر إليك مما جرى، وهم يكذبون عليك كذبا شديدا، يتهمونك باتهامات أنت لا تفعلها، وهذه منه هدية لك. فاعتذر أحمد وقال إني لا أقبل منها، ما أقبل من هذا شيئا أبدا. فقال له هذا الرجل إني أخاف أنك إن لم تقبلها حصلت بينك وبين الخليفة وحشة، وسيتضايق من فعلك وأنك رددت عليه المال وما إلى ذلك. فسكت الإمام أحمد فلم ينطق، فقال أدعها، فلم يرد عليه جوابا. فخرج الرجل، فلما خرج جعل الإمام أحمد يبكي وقال ما أصنع بهذا؟ ثم التفت إلى أولاده وكلهم فقراء، وعائلته وقد صار أولاده آباء وعندهم أبناء وأحفاد وما إلى ذلك وهو كبير، فقال ما أصنع بهذا؟ فقالوا يا أبتاه نحن بحاجة، نحن فقراء. قال لا والله. ثم أمر فجيء بسرر فجعل يصرها سررا سررا ويرسل إلى العلماء والمحدثين والفقراء حتى وزعها كلها، فلم يبق عنده درهما واحدا منها. بلغ هذا الكلام الخليفة وقالوا إنه لا يقبل منك هديتك. فأرسل إليه هذا المندوب عنه فقال إنك لم تقبل من الخليفة الهدية. فقال أصلح الله الأمير، إنه قد وضعها أمامي ومضى. فعادوا إلى الخليفة وكان في المجلس رجل عاقل، قال يا أمير المؤمنين إنه قد قبلها منك ووزعها عنك. فسكت الخليفة. ومرت الأيام بعد هذا وكان ذاك الرجل الذي جعل إساءة بين الخليفة والإمام أحمد وهو الذي قال له إنه لم يسلم على ولدي توفي، وتوفي بعده ولده، وتولى النيابة يعني المنصب مثل الحاجب الأعظم رجل جديد كان عاقلا فطنا، فجاء إلى الخليفة وقال يا أمير المؤمنين إن الناس كلهم متغضبون لما جرى لأحمد، فهل أصلحت ما بينك وبينه؟ وكان المتوكل كما قلنا في البداية قد أراد هذا
ولكن حصلت تلك الإساءة. فقال نعم أرسل لي أرسل إليه أن يأتيني. وخرج هذا الرجل حتى جاء الإمام أحمد فقال إن الخليفة يريد أن يراك. فقال إنني كبير السن وقد ضعف بدني فإنني أعتذر للخليفة عن ذلك، فأبلغه سلامي وقل له إن أحمد يعتذر. فقال له إنك إن لم تقبل سيؤذيك ويؤذي أهلك. فنظر الإمام ماذا يفعل، فجهزوا له مركوبا ليخرج إلى دار الخلافة، وخرج باتجاه الدار. فلما اقترب منها أنزلوه في مكان وبسطوا له بساطا ونصبوا له خيمة، وجعل الأمراء وأصحاب الشأن وأصحاب الولايات يأتون إليه فيسلمون عليه. وكان كثير منهم يلبس ثيابا من الحرير أو الذهب أو الفضة، فإذا أراد أن يدخل للسلام على الإمام أحمد يخلعها خارج الدار، لأنه يعلم أنه إن رآها عليهم فلا يقبل بالسلام عليهم، وهو يرى هذه المنكرات عليهم، فيخلعونها خارج الدار ويأتون إليه فيسلمون عليه ويرحبون به وكذا. وهو في هذا المكان كأنه يعني يعد لاستقبال أو للإدخال على الخليفة ويرسل، وبقي أياما في هذا المكان. فجعل الخليفة في كل يوم يرسل إليه بطعام من أفخر أنواع الأطعمة، وقد خرج في هذه لهذا العمل لهذا الاستقبال هو وبعض بنيه وبعض عائلته. فكان الإمام أحمد إذا وضع الطعام بين يديه لم يأكل منه لقمة واحدة، ومرت أيام عديدة حتى كاد يموت من الجوع. فحلف عليه ابنه إلا أن تأكل ولو شيئا تسد به رمقك كي لا تموت، فأكل شيئا. ثم إنه بعد هذه المدة أرسل إليه الخليفة إني أريد أن أجتمع بك، فأدخلوه على الخليفة، وكانت أم الخليفة معه وعنده طفل صغير يعني في الرابعة تقريبا من عمره، هو المعتز وقد صار خليفة فيما بعد. فلما دخل الدار قال السلام عليكم وجلس ولم يزد على ذلك. فنظرت أم الخليفة إليه وكانت خلف ستار، فقالت يا ولدي إن هذا الرجل لا يريد من دنياكم شيئا، فرده إلى داره رحمك الله، لا تعنه بعد هذا، هذا رجل مسن لا تفعل به شيئا، رده إلى داره. فقال يا أماه والله ما طلبته أن يأتيني إلا لأتبرك به، فقد تآنست الدار بدخوله علينا. وجلس أحمد فجيء بالطفل الصغير ابن الخليفة إليه فسلم عليه، فقال له مؤدبه يعني معلم هذا الطفل الصغير، قال له هذا الذي أمر أبوك الخليفة أن يعلمك. الطفل صغير جدا ولكنه ذكي، قال إن علمني شيئا تعلمته. فتبسم إليه الإمام أحمد. فلما رأى الخليفة ذلك أذن له أن يخرج، وقد طلب منه الدعاء فدعا بدعوات لطيفة ثم مضى، وأذن له أن يخرج فخرج. فلما خرج ودخل إلى وأراد الوصول إلى بيته، وقد قلنا إن دجلة يمر في بغداد ويريد أن يخرج على سفينة ليصل إليها، أرسل إليه الخليفة بطراد كبير، وكان هذا الطراد عليه صور حيوانات كما يفعلون يعني في كثير من في ذلك الأوقات من مظاهر الزخرفة. فأبى الإمام أحمد أن يركب فيه، وقال اكتروا لي زورقا صغيرا، يعني استأجروا لي زورق صغير أصعد فيه، لا أصعد في هذا. فاكتروا له زورقا صغيرا فصعد فيه، ثم خرج حتى توجه إلى بيته. فلما دخل إلى بيته جاءه مندوب السلطان يقول له إن الأمير الخليفة قد أمر لك ولأولادك لكل فرد منهم 4000 درهم في الشهر. فقال إني لا أخذ من ذلك شيئا. فقالوا أمير المؤمنين وكذا وكذا، قال إني لا أخذ. فالتفتوا إلى بنيه وقالوا هذه ليست لك، هي لبنيك وبنوك فقراء.
وخرجوا. فحلف الإمام أحمد ألا يدخل بيت ولد من أولاده ما داموا يأخذون هذه الجوائز. ولم يدخل دار كثير من أولاده ممن قبلوا هذه الجوائز. وكان هذه المدة التي خرجها كما قلنا قد امتنع كثيرا عن الطعام والشراب، فضعف جسمه زيادة على أمراضه، وطلب منه الخليفة أن يعود إلى الحديث، فقال إني قد ضعفت عن ذلك. في هذه المدة أو قبلها بقليل حدثت حادثة لطيفة لا بأس بذكرها، وذلك أن رجلا من أهل العلم من الأندلس يدعى بقية بن مخلد خرج يطلب العلم من بلاده الأندلس، وهي بلاد بعيدة، حتى وصل إلى بغداد، فسأل عن أهل العلم فدلوه، فقالوا فلان فلان فلان، وهو يسمع من منذ وجوده في بلاده بالإمام أحمد وعلمه، فطلب أن يوصل إليه، وكان ذلك في الوقت الذي منع فيه الخليفة الإمام أحمد من التحديث. هذا الإنسان وصل إلى هذا المكان في هذا الوقت، فجاء يوما إلى دار الإمام أحمد فقرع الباب، فخرج إليه، قال من؟ قال رجل نائي الدار بعيد المنزل جاء يطلب العلم. قال أين دارك؟ قال بعيدة جدا. قال إفريقيا؟ قال أبعد منها، أركب البحر مسيرة كذا إلى أن آتي إفريقيا ثم أصل إليك. قال إن مكانك لبعيد، ما تريد؟ قال أريد أن أطلب العلم عنك. قال أما تعلم ما جرى لي؟ ألك شيء في الحالة؟ فقال إني أريد أن أطلب العلم عنك وليكن ما كان. فقال إذن أحضر إلي في وقت بزي السؤال، بزي السؤال يعني بهيئة الشحادين، فقرع علي الباب وقل الأجر يرحمك الله. هذا كان صيغة الشحيد في ذلك الوقت، قل الأجر رحمك الله، فأفتح لك الباب فتدخل، فتقف في الدهليز، دهليز الباب، وهناك ألقي عليك ما استطعت من العلم وأحدثك بالحديث ما استطعت، ثم تخرج، ولا تحدثن أحدا بذلك، لا تفعل ولا تخبر أحدا بذلك. فكان بقي يتردد على الإمام أحمد بهذه الصورة ليتلقى عنه العلم. ومرت الأيام وانكشفت الغمة كما ذكرنا عن الإمام أحمد وفرج الله عنه، وكان في أواخر حياته قد عاد إلى دروسه وبدأ يعلم الناس. وكان بقي بعد أن انفرجت هذه الغمة يأتي إلى مجلسه فيجلس فيه، فيقول الإمام أحمد هذا ينطبق عليه وصف طالب العلم، إنه كان يأتيني ويحدثهم بالقصة. ومرت الأيام فغاب بقي عن مجلس الإمام أحمد، ومرت أيام فاستفقده ونظر إليه فلم يجده، فقال من يعرف ما جرى لبقي؟ فقالوا يا سيدي هو في فندق صغير في آخر بغداد، قد أصابته الحمى وقد أشفى على الموت. فقال ألا أخبرني أحد منكم رحمكم الله؟ فخرج الإمام أحمد على كبره وضعف سنه وأمراضه ليزور هذا التلميذ الذي رأى منه الصدق والشدة والنشاط في طلب العلم. فخرج وخرج معه من الجموع من تلامذته وأهل بغداد ما لا يحصيهم عدد. واقتربوا من الفندق، وهذا الرجل كان فقيرا بقي، لم يبق عنده شيء من المال يدفع منه أجرة الفندق، وكان صاحب الدار الفندق يريد أن يطرده منها، لم يبق عنده شيء يدفع له كأجرة وهو مريض، ويأتي له صاحب الفندق بشيء من الطعام من باب الصدقة، ويقول له أريد أن تخرج، فيقول انظر إلى حالي، فيعطف عليه فيبقيه عنده. ولم يرع أهل الفندق إلا أصوات تتعالى، هذا هو، ذاك هو، جاء كذا كذا كذا، فلم يعرف الناس ما الذي جرى.
فإذا ببعض الناس يصعد على ظهر الفندق ليرى الإمام أحمد قد قدم وخلفه من تلامذته الكثير الكثير، فقالوا ذاك أبو عبد الله قادما إلى فندقنا. صاحب الفندق طاش عقله، أبو عبد الله يأتي لفندقي إلى من؟ فإذا بالإمام أحمد يدخل فيصل إلى غرفة بقي بن مخلد فيسلم عليه. الرجل من شدة مرضه يجلس نصفا جلوس لا يستطيع أن ينهض. سلم عليه وقال أعلاك الله إلى العافية، ومسح عليك بيمينه الشافية، ثم قال أيام الصحة لا مرض فيها، وأيام السقم كلها سقم، ثم دعا له بدعوات وخرج. فلما رأى ذلك أهل الفندق جعلوا يتلطفون بهذا الإنسان ويكرمونه كرامة جليلة. أما الإمام أحمد فإنه بعدما جرى له في هذه الحوادث التي سقناها ارتفع شأنه بين الناس منزلة عظيمة، حتى صار الأهل العلم يقولون في كلمات سائرة مشهورة: أبو بكر يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وهذا في عصره وفي حياته، وبدأ الناس يعرفون له هذا الصبر ويأتون لزيارته، ولكنه في ذلك الوقت قد تجاوز 75، فكان يحدث بما يستطيع ولكنه ضعف وهزل جسمه. جاءه مرة رجل فدق فقرع عليه الباب، فخرج بعض أولاده قال أدخلني إلى الإمام، قال هو مريض، قال أريد أن أراه، فدخل عليه فسلم عليه وقال يا سيدي إن هذه القصة رواها البيهقي وغيره، قال يا سيدي إن أمي مريضة مقعدة منذ 20 سنة، وهي تسألك أن تدعو الله لها. فغضب الإمام أحمد قال والله هي أحق أن تدعو لي. فنظر الرجل وسكت الإمام فخرج. فلما خرج تبعته امرأة عجوز وقالت تعال تعال يا بني، فجاء قالت إني سمعته بعد أن خرجت يدعو لأمك. ويخرج الرجل فيصل إلى دار أمه فيقرع الباب، فتفتح أمه له الباب وهي واقفة على رجليه. مرض الإمام أحمد مرضا شديدا، وذلك في 41، وقد بلغ من العمر 77 عاما، ودعا ببنيه فأوصاهم قال ما أراني، وكان ذلك في ليلة جمعة، قال ما أراني إلا مفارقا الدنيا قريبا، فإني أوصيكم بتقوى الله، وإني آمركم أن تردوا ما أخذتموه من الأموال إلى أصحابها، يعني تلك ما خصص لهم من الأموال ردوها لا تأخذوا منها شيئا. ودعا بأصغر بنيه، وقد شاء الله تعالى أن يولد له ولد صغير لم يتجاوز قبيل وفاة الإمام أحمد 4 سنوات. فجاء إليه ومسح على رأسه ودمعت عيناه، قال ما أصنع بالطفل بعد هذه المدة؟ ثم قال شاء الله ذلك. فأوصى بنيه بتقوى الله عز وجل ودعا له، ثم صلى الفجر، وبعد ذلك أراد أن يجدد وضوءه، فدخل عليه ابنه صالح وهو من أهل العلم أيضا، فرآه يقول، وكان ذلك بعد الفجر، لا بعد، لا بعد، وكأنه مغشي عليه. فينظر إليه ابنه ولا يدري ما القصة، فيصحو أبوه بعد لحظات فيقول يا أبتاه ما تقول، رأيناك تقول لا بعد، لا بعد، من تكلم؟ فقال إن عدو الله إبليس قد وقف لي قريبا من باب هذه الغرفة، وجعل يقول فتني يا أحمد، ضعت علي يا أحمد، يعني ما استطعت إغواءك، ما أحسنت عليك، فتني يا أحمد.
لم أستطع إغوائك كذا فأقول لا بعد لا بعد. يعني هو يريد أن يخرج من الدنيا وحينها يقول نعم فتك لم تستطع علي. لا يريد أن يؤكد هذا الكلام إلا بعد أن تخرج روحه مطلقا. يعني ممكن تتسلط علي. انظروا إلى صلاحه وتقواه وخوفه من الله وخوفه أن يتسلط عليه الشيطان في آخر لحظة. يقول لا بعد، قد تستطيع أن تفعل بي شيئا، أن تؤذيني. وأمر أبناءه أن يجددوا له وضوءه، فجعلوا يوضئونه وهو يأمرهم أن يخللوا له أصابع يديه ورجليه كي يصيبها الوضوء، التخليل يدخل الماء بين الأصابع. قال وهم يوضئونه وهو يقرأ ويدعو ويستغفر ويوحد الله عز وجل، فلم يفرغوا من وضوئه حتى فاضت روحه إلى بارئها. وكان ذلك صبيحة جمعة في سنة 41 و200 للهجرة. فلما توفي لم يرع الناس إلا وقد بلغ الخبر إلى بغداد كلها. وكان من كلامه رحمه الله قبل أن يتوفى بكثير، كانت له كلمة مشهورة عنه، يقول بيننا وبين أهل الضلالة والزيغ، يعني المعتزلة ومن آذاهم وكذا ومن وافقهم، بيننا وبينهم يوم الجنائز. كثير من الناس كانوا يتأملون في هذه الكلمة، ماذا يقصد أحمد بها رحمه الله؟ إيش يوم الجنائز؟ فلما مات الإمام أحمد ظهرت حقيقة هذه الكلمة. قبيل وفاة أحمد رحمه الله تعالى بمدة يسيرة توفي أحمد بن أبي داود رأس فتنة المعتزلة الذي حرض المعتصم على ضربه، فلم يخرج في جنازة هذا الرجل إلا 10 أشخاص. وأما أحمد فإن بغداد كلها قد ارتجت لسماع خبر وفاته، وجاءوا فغسلوه وأرسل الخليفة من قبله ثيابا ليكفن فيها. فقال أبناؤه يا أمير المؤمنين قد أعفيته منها في حياته فأعفه منها في مماته، فسحبها عنه وكفنوه بثوب كان قد أوصى أن يكفن به، غزلته له امرأة من أهل بيته فكفنوه فيه بعد أن غسلوه وأرادوا أن يدفنوه، فجاء المصلون فصلوا عليه وجعلت الصلاة تتكرر من كثرة الزحام، ولا يستطيعون أن يصلوا إلا جماعات جماعات بعد أن أخرج إلى المسجد الكبير ببغداد، فجعلوا يصلون عليه أرتالا أرتالا. وقد قلت توفي ضحى الجمعة فلم يحصل في قبره إلا قبيل صلاة المغرب. أمر الخليفة أن يحذر ويحصى من حضر دفن الإمام أحمد والصلاة عليه، فحزروا يعني قدروا 1,300,000، 1,300,000 إنسان في 300,000 إنسان في ذلك العصر. وظهرت كلمته رحمه الله بيننا وبين أهل الزيغ والضلال يوم الجنائز. الصادق يعز الله تعالى شأنه، والذي انحرف يذله الله تعالى. نفعنا الله بما تعلمناه وقلناه، الحمد لله رب العالمين.